بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور محمد ياسين، مدرس التخدير والرعاية المركزة في القصر العيني، Diplomate of European Society of Anesthesia and Intensive Care، Fellow of the College of Anesthesiologists in Ireland. إن شاء الله النهاردة موضوعنا عن المالتيبل سكليروزز. موضوع المالتيبل سكليروزز هو من الموضوعات المهمة جداً. يمكن بعضنا ما شافش حالات المالتيبل سكليروزز قبل كده، وده بيخلينا نتخيل ان ده it's not a common disease، لكن معلومة مهمة جدا لازم تعرفها انه المالتيبل سكليروزز is the most common cause of neurological dysfunction في young age، وبالتالي مهم جدا ان انا اعرف تفاصيل هذا الديسوردر. لو جينا نتكلم اول حاجة عن الobjectives، هنتكلم على الباثوجينيسيس، هنتكلم على الانسيدنس، الكلينيكال بريزنتيشن، و الانثاتيك تشالنجز اند مانجمنت. بالنسبه للباثوجينيسيس، المالتيبل سكليروسيس از ا ديجنراتيف ديزيز افكتنج ذا نيرف فايبرز اوف ذا سنترال نيرفس سيستم، وهنا انا اقصد بيها السنترال نيرفس سيستم، البرين والسباينال كورد، لكن المالتيبل سكليروسيس بي سبير البريفيرال نيرفس سيستم. الاكزاكت كوز او الاكزاكت ايتيولوجي او الاكزاكت باثوجينيسيس از نوت ويل اندرستود، لكن واحده من الثيوريز بتنفولف هنا التي لينفوسايتس في الباثوجينيسيس اوف ذس disorder، وانه التي لينفوسايتس somehow بتعمل اكتيفيشن ل سيلز زي الماكروفاجز مثلا، وانفلاماتوري ميدييتورز زي السيتوكاينز، وده بيؤدي الى حدوث ديجنريشن في النيرف فايبرز. قصة الديجنريشن دي طبعا المفروض ان هي بتديفلوب اوفر دايز تو ويكس، طبعا العيان هنا بيبقى فيه بنسميها الاكسسربيشن. بعد كده المفروض ان في هيلينج ابيليتي للسنترال نيرفس سيستم، فالمفروض انه بيحصل هيلينج، بعد كده بيبدا يحصل ريميشن، وبيحصل اكسسربيشن اندر سيرتن كونديشنز. طبعا في بعض الاستريسورز هنا ممكن تزود الريسك ان يحصل اكسسربيشن، ويخش في القصه دي في مالتيبل exacerbations and remissions اللي بتنتهي في النهاية انه يحصل permanent nerve damage. هنا طبعا قصة طبعا الـ permanent nerve damage طبعا بيؤدي الى حدوث الـ permanent disability، وهنا طبعا الـ disability دي بتأفكت كل الـ types of fibers، سواء كانت الـ sensory، الـ motor and autonomic، زي ما هنتكلم دلوقتي انه الـ multiple sclerosis هنا، عشان كده ده الكلام ده مهم في الـ pre-operative assessment. يمكن ما فيش حاجات كتير قوي تقدر تعملها في الـ intra-operative management عشان تمنع الـ exacerbation، لكن مهم جدا الـ pre-operative evaluation علشان تعرف بالظبط انت في انهي مرحله من الديزيز، وايه الامباكت بتاعه الكونديشن دي على الاناثاتيك مانجمنت، او حتى ايفن في البوست اوبراتيف تايم. هنا ده دايجرام، هنا بنوضح ايه بالظبط اللي بيحصل. هنا التي لينفوسايتس زي ما قلنا بتاتاك هنا السنترال نيرفس سيستم سيلز، بتعمل كول لديفرنت ميدييتورز زي الماكروفاجز، الكومبلمنتس، السيتوكاينز والانتي بوديز، نتيجه لكده بيحصل ديمايلينيشن. بعد الديمايلينيشن بيبدا يحصل هيلينج، وبعد الهيلينج يحصل اكسسربيشن تاني وهيلينج، وهكذا الى ان يحدث موضوع البيرمننت دامج للنيرف فايبرز. طيب لو جينا نتكلم على الانسيدنس، هنا مهم جدا بقى الحته دي، انه زي ما قلنا انه المالتيبل سكليروزز از ذا موست frequent cause of neurological disability في الـ early and middle adulthood، وبالتالي مهم جدا ان انا اعرف التفاصيل بتاعه الديزيز ده. بالنسبه للـ incidence، طبعا هنا الـ incidence بيكون تقريبا واحد في الالف في الاماكن اللي هم بيقدروا يحسبوا الـ incidence، زي اوروبا، زي امريكا، زي نيوزيلندا، استراليا، الـ incidence هنا واحد في الالف، وده يعتبر برضو incidence عالي. طبعا هنا القصه، طبعا الانسيدنس هنا يمكن يبقى ريليتد شويه للكلايمت تشينجز، للدايتري هابتس وخلافه، لكن برضو مش معروف قوي ايه هي الريسك فاكتورز اللي ممكن تخلي الشخص يديفلوب المالتيبل سكليروزز، لكنه از ا فايندينج ات از ا فيري رير ديزيز نير ذا ايكويتور، يعني اللي هو خط الاستواء. طبعا زي ما قلنا ان الكوز از نوت ويل نون، والريسك فاكتورز هنا كلها حاجات جنرال زي الكلايمت تشينجز، زي الدايتري هابتس وكل الكلام ده، لكن تيل ناو مفيش حاجه سوليد تقول ايه هي الحاجات اللي ممكن تخلي الشخص مور سسبتبل ان هو يحصل له المالتيبل سكليروسس.
لو جينا نتكلم على الكلينيكال بريزنتيشن زي ما قلنا هي بس النقطه ان انا ابقى فاهم انه الديجنريشن ده بيأفكت السنسري والموتور والاوتونوميك فايبرز, وبالتالي اكيد هشوف مانيفيستيشنز هنا ريليتد للثلاثه سيستمز دول. فهنا لو جينا نقول على السنسيشنز هنا بيحصل ابنورمال سنسيشن انكلودينج الفيس الارمز والليجز, بيكون الشخص ده عنده مشاكل في الفيجن زي نتيجه انه بيحصل اوبتيك نيورايتس, انه بيحصل ديجنريشن وديمايلينيشن للاوبتيك نيرف ودبل فيجن. الاشخاص دول بيكون عندهم ماسل ويكنس وسيفير فاتيك خصوصا في الفترات بتاعه الاكسسربيشن, وبيكون في عندهم انستدي جيت طبعا نتيجه الافكشن هنا للموتور فايبرز وديفيكولت كوردينيشن. هنا طبعا القصه دي ريليتد للاكسترا بيراميدال تراكتس اللي هي مسؤوله عن الكوردينيشن ومسؤوله عن الريفاينمنت اوف فولنتري موفمنتس. طبعا ده chronic disease commonly associated with depression, memory affection and seizures. وبالتالي مهم قوي ان انا اريفيو هنا الميديكيشنز بالنسبه لي الانتي ابيليبتيك ميديكيشنز هنا اذا كان دي الكونديشن. وطبعا اخيرا ان ممكن يحصل سبيتش ديس اوردر طبعا نتيجه الافكشن للسبيتش سنترز, وطبعا اكيد برضو الافرنس الموتور افرنس اللي هي مسؤوله عن الكنترول اوف سبيتش ماسلز. لو جينا نتكلم على السيمتومز هنا زي ما قلنا ان هي بتديفلوب اوفر دايز اور ويكس وبعد كده بتكون فولود باي ريميشن. قصه الاكسسربيشن والريميشن دي بتحصل في 80 الى 90% من المرضى, الا انه في 10% اوف بيشنتس اللي من بدايه الديزيز بيبدا يحصل عندهم بروجريسيف ورسنينج كورس للديزيز وذاوت اني ريميشن, لكن ده جزء ضئيل جدا من العين. بالنسبه للتريتمنت اوبشنز ذس از ان اوتو اميون ديس اوردر على حسب الثيوريز اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي, وبالتالي التريتمنتس كلها برضو بتصير في نفس الاتجاه ده. فاحنا هنا بنتكلم على الاستيرويد ثيرابي, بنتكلم على الانترفيرونس, الاميون موديليترز, الأدوية اللي هي بتسبرس الاميونيتي زي السايكلوفوسفامايد زي الميثوتريكسيت وخلافه, وطبعا السبورت ثيرابي زي الفيتامينز وخلافه. طبعا هنا الكلام ده مهم ليه؟ مهم لأنه بعض هذه الميديكيشنز ليه سايد افكتس زي الاستيرويدز مثلا, وزي الاميون موديليترز اللي هي زي السايكلوفوسفامايد زي البنسلامين زي الميثوتريكسيت, الحاجات دي ليها رينال توكسيسيتي, هيباتيك توكسيسيتي, لونج توكسيسيتي افكتس, وبالتالي مهم جدا ان انا ريفيو الحاجات دي. طيب لو جينا نتكلم على الانستاتيك تشالنجز بالنسبه للبري اوبريتيف ايفالويشن, اول حاجه لازم هنا ادوكيمنت النيورولوجيكال ديفيسيت اللي عند العيان سواء كان ده سنسري موتور او اوتونوميك. طبعا هنا زي ما قلنا انه ممكن الاوتونوميك نيرفس سيستم هنا يبقى افكتد, وبالتالي العيان ده ممكن يمانيفست بي اوتونوميك ديسفانكشن. الاوتونوميك ديسفانكشن بيبقى في صوره ان الشخص ده بيكون عنده اورثوستاتيك هايبوتنشن, ممكن يكون عنده سفنكتر ديسفانكشن, ممكن يكون عنده دايريا, كونستيبيشن, سويتنج, كل الكلام ده. لكن طبعا قصه الاورثوستاتيك هايبوتنشن دي واحده من الحاجات طبعا اللي هي السبيسيفيك لموضوع الاوتونوميك ديسفانكشن, وبالتالي هنا لازم اتست القصه دي. النقطه اللي بعد كده قبل ما تنقل ليها هنا قصه برضو النيورولوجيكال ديفيسيت دي مهمه جدا لو انا هدي للعيان ده ريجيونال انستيزيا, والريجيونال انستيزيا هنا انكلودنج النيورو اكزيال بلوكس او حتى البريفرال نيرف بلوكس, لانه طبعا اذا العيان ده حصل انه حصل ورسنينج للمانيفيستيشنز بوست اوبراتيفلي وارد جدا طبعا انه الانستيزيا هنا تكون اكيوزد في الموضوع ده, فمهم جدا ان انا اعمل دوكيومنتيشن لموضوع النيورولوجيكال ديفيسيت. النقطة اللي بعد كده وهي السكندري ديزيزز زي ما قلنا قصة الاوتونوميك ديسفانكشن والافكشن اوف كارديوفاسكولار سيستم, المسل ويكنس والافكت بتاعه على الريسبيراتري فانكشن مثلا, ممكن العينين دي يحصل لهم كايفوسكليوزز والكلام ده. فمهم قوي ان انا اشوف ايه الافكت بتاع الديزيز ده على الديفرنت اورجنز, الميديكيشنز, الافكت اوف ميديكيشنز, الاستيرويدز اللي ممكن تزود الانسيدنس بتاعت الكترولايت ديستربنسز, ان العين ده ممكن يبقى يحصل له دايابيتس, hypertension, ischemic heart disease, كل الكلام ده. طيب النقطه اللي بعد كده الفارماكولوجيكال تريتمنت زي ما قلنا الاستيرويدز طبعا مهم قوي اعرف الاستيرويد ثيرابي الدوز بتاعته والعيان ماشي عليها بقاله قد ايه. هنا
هعرف من القصة دي هل في side effects expected من القصة دي، زي electrolyte imbalance مثلا، زي osteoporosis، زي diabetes، hypertension، زي مثلا ان الشخص ده ممكن يحتاج stress dose من الستيرويدز في perioperative period. كل الحاجات دي لازم اعرفها. طبعا الادوية التانية اللي هي immune modulators والإفكت بتاعها على different organs، زي مثلا اللانج توكسيسيتي، ان ممكن تعمل لانج فايبروزز، زي الافكشن اوف رينال فانكشن، الهيباتوتوكسيسيتي، كل الكلام ده. الكارديوفاسكولار سيستم زي ما قلنا قصه الاوتونوميك ديسفانكشنز، ان الاشخاص دول بيبقى عرضه للاورثوستاتيك هايبوتنشن، الاريزميز، البرادي والتاكي اريزميز، وبالتالي مهم ان انا انفستيجيت هنا القصه دي اذا كان العيان مانيفستنج بالفالزالفا مانوفر او الهارت ريت فاريابيليتي، كل الحاجات اللي احنا عارفينها. الريسبيراتوري فانكشن زي ما قلنا ممكن تكون افكتد نتيجه اللانج فايبروزز سكندري للاميون موديليتور ثيرابي، او نتيجه الكايفوسكليوزز اللي ممكن يحصل نتيجه المص الويكنس اللي ممكن يعمل لي restrictive pattern of respiration. بالنسبة لي الانتراوبراتيف مانجمنت، السؤال الديبيت القائم ما بين الجنرال والريجنال انستيزيا، هنا ستيل الديبيت قائم. في ناس طبعا بتتكلم على انه اللوكال انستاتكس ليها علاقة بالنيوروتوكسيسيتي، وانه النيوروتوكسيسيتي دي بتعتمد على الدوز والكونسنتريشن، ولذلك هنا فكرة ان انت انا هدي جنرال ولا ريجنال انستيزيا هنا لسه ستيل مش محسومة. انما لو انا هدي ريجنال انستيزيا فنمرت واحد سباينال ولا ايبيديورال، طبعا هنا السباينال انا بستخدم فيه هاير كونسنتريشن وبالتالي الريسك هنا اعلى. لو انا محتاج ادي نيورو اكزيال فهنا بيقول لك افضل ان انا ادي ايبيديورال، لكن ستيل في ستاتس كتير بتقول ان نيورو اكزيال بلوكس هنا السيف. النقطة الثانية انه برضو مع الكونسنتريشن والدوز الديوريشن اوف اكسبوجر، وبالتالي هنا لو انا مثلا عندي على سبيل المثال عيانة pregnant female حطيت لها epidural، خلاص انا عديت قصة الدليفري وقصة الimmediate post operative period، يبقى انا بوقف هنا الانفيوجن ما بستخدمش الepidural for a longer time، لان ده برضو بيزود الريسك اوف نيورو توكسيسيتي. يبقى انا هنا الديبيت بتاع الجنرال والريجنال الى حد ما هو في ناحية الجنرال انستيزيا، لكن في a lot of studies بتابروف هنا النيورو اكسيال بلوكس. في بعضها بيفضل الإبيديورال عن الانتراثيكال انجكشن، وفي بعض ريكومنديشنز ان انت حتى في الإبيديورال يفضل ان انا معرضش العيان لبرولونجد اكسبوجر لللوكال اناثاتكس. بالنسبة لي البريفرال نيرف بلوكس they are safe to do، لكن مهم جدا ان زي ما قلنا ان انا ادوكيمنت النيورولوجيكال ديفاسات، لان انا قلت انه البريفرال نيرف سيستم هنا is not affected، وبالتالي ما فيش مشكلة هنا ان انا ادي ريجنال نيرف بلوكس، لكن مشكلة انه ممكن العيان يريبورت انه حصل مثلا loss of sensation او اي مشكلة related للدرماتوم اللي انت عملت له blockage مثلا، فلازم هنا ادوكيمنت القصة دي. بالنسبة للبري ميديكيشنز، طبعا هنا البنزودايزيبينز واحدة من البري ميديكيشنز المهمة، لانه في بعض الحالات بتاعة المالتيبل سكليروزز بيحصل لهم مشاكل زي الاسباستيسيتي، البنزودايزيبينز هنا بتساعد ان هي تقلل موضوع الاسباستيسيتي، فانا هنا ممكن ادي البنزودايزيبينز. بالنسبة للانتيكولينرجكس هنا يفضل ان انا افويد الانتيكولينرجكس، لان بعض الادوية اللي بتستخدم في التريتمنت ليها انتيكولينرجك افكت، وبالتالي هنا ممكن يبقى في السايد افكتس بقى بتاعه الانتيكولينرجيك ثيرابي. بالنسبه للاندكشن ايجنتس مفيش اي مشكله في استخدام الاندكشن ايجنتس، انكلودنج بقى ثابنتال، بروبوفول، الايتوميديت، كل الكلام ده ما فيهوش اي مشكله خالص. بالنسبه للنيوروماسكولار بلوكر ايجنتس هي دي اللي عليها كلام. في عندي طبعا الديبولارايزنج ماسل ريلاكسانس والنون ديبولارايزنج. الديبولارايزنج طبعا انكلودنج الساكسينايل كولين. ساكسينايل كولين هنا از كونترا انديكيتد في مالتيبل سكليروزز، وده سببه انه العينين دول بيحصل لهم دينيرفيشن هايبر سنسيتيفيتي. يعني يمكن اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده، يعني موضوع الاستايل كولين ريسبتورز وهي موجوده فين والكلام ده، انما يعني كمعلومه كلنا عارفينها انه في دينيرفيشن زي مثلا سباينال كورد ترانسكشن بيحصل بروليفريشن لاكسترا جانكشنال استايل كولين ريسبتورز، وبالتالي هنا ممكن يحصل اكساجيريتد ريسبونس للساكسينايل كولين ويحصل فيتال هايبركاليميا، يبقى هنا بيتر تو افويد الساكسينايل كولين. بالنسبه للنون ديبولارايزنج ماسل ريلاكسنس هنا الايفكت هنا ممكن يكون فاريبل توردز الريزيستنس اكتر، اولا نتيجه انه في
upregulation للاستايلكولين ريسبتورز، وبالتالي هنا محتاج higher concentration من النيورومسكولار بلوكر at the receptor site علشان يقفل اكبر عدد من الريسبتورز عشان يعمل muscle relaxation. النقطة الثانية ان في بعض الادوية زي الانتي ابيلابتكس مثلا لها انزيم انديوسر افكت على الليفر انزيمز، وبالتالي بتزود الميتابوليزم اوف الامينو ستيرويدز. طبعا يبقى انا هنا لو هستخدم حاجه يبقى انا يفضل استخدم البنزالايز كينولونز زي الاتراكيوريوم وسيس اتراكيوريوم وخلافه، وافويد الحاجات التانية الا اذا لو انا عندي الاوبشن بتاع ان انا مثلا لو انا عايز اعمل رابيد سيكونس اندكشن ومش عايز استخدم السكسينايل كولين، ممكن استخدم هنا الموديفايد رابيد سيكونس اندكشن من الروكرونيوم، واستخدم هنا السوجما داكس از ريفرسال ايجنت. طبعا في نقطة مهمة برضو، قصة استخدام reversal agents زي النيوستيجمين والكلام ده اللي هي الاستايلكولين ستريز انهيبيتورز، طبعا هنا whenever possible better to avoid. بالنسبة للمونيتورينج طبعا هنا الستاندرد مونيتورز، اكيد لو العيان عنده المشاكل بتاعة الاوتونوميك ديسفانكشن والكلام ده، ففي الحالة دي محتاج هنا ان انا upgrade المونيتورز، ان انا استخدم الانفيزيف arterial pressure monitoring. مهم جدا جدا التمبرتشر مونيتورينج، لانه الهايبرثيرميا واحدة من الحكايات الفيري نون ان هي بتعمل او بتنديوس اكسسربيشن في المالتيبل سكليروزس، فلازم امونيتور هنا التمبرتشر انترا اوبرتيبلي. طيب بالنسبة للبوست اوبرتيف مانجمنت، طبعا هنا مهم لو العيان ده طبعا على حسب الكونديشن بتاعته، لو انا خايف من القصة بتاعت الهيمودينامكس وقصة الاوتونوميك افكشن، يبقى لازم العيان ده يبقى مونيتور في هاي ديبندنسي يونت. النيورولوجيكال فانكشن مهم ان انا اسس طبعا النيورولوجيكال فانكشن فور ديتيريوريشن، وطبعا لازم هنا اعرف الريليشن ما بينها وما بين التكنيك اوف انستيزيا. البادي تمبرتشر مهم جدا هنا ان انا امنتين البادي تمبرتشر، لو العيان ده عنده انفكشن يبقى لازم ادي انتي بايراتكس انتي سبتكس انتي بايوتكس، وطبعا لو ممكن احتاج ان انا حتى ايفن ان انا اعمل اكتف كولينج علشان طبعا ما يحصلش اكسسربيشن. العينين اللي عندهم مالتيبل سكليروزس بيكون عندهم هاير انسيدنس او في الادهيزيفنس اوف بليتلتس بتكون اعلى، وبالتالي بيكون عندهم هاير انسيدنس للثرومبو امبوليزم، وبالتالي هنا لازم كونسيدر قصه الثرومبو بروفيلاكسس. الافكشن اوف كرينيال نيرفز، طبعا هنا الكرينيال نيرفز ممكن يحصل هنا بالبر بولسي او سودو بالبر بولسي، وبالتالي بيكون هنا في ريسك للاسبيريشن. يبقى انا هنا لو العيان ده عنده كرينيال نيرف افكشن يبقى انا لازم اكونسيدر هنا قصه الاسبيريشن اثناء الايه الانستاتيك مانجمنت والبوست اوبراتيف بيريود. تمام، ده بالنسبه لي قصه المالتيبل سكليروزز. يبقى احنا هنا اتكلمنا على النيتشر اوف ديزيز، الباثوجينيسيس، الكلينيكال بريزنتيشن هنا اللي بتنكلود الابنورماليتي في السنسيشن، الابنورماليتي في الموتور فانكشن زي الانستيدي جيت، زي الابنورمال كوردينيشن، زي السبيتش ديس اوردرز. اتكلمنا على الاوتونوميك ديسفانكشن، انه بيحصل اوتونوميك ديسفانكشن وممكن يحصل اورثوستاتيك هايبوتنشن وخلافه. تمام، اتكلمنا على الاناثيتيك تشالنجز، اتكلمنا في البري اوبراتيف تايم ازاي هعمل ايفالويشن كونسيدرنج هنا قصه النيورولوجيكال ديفيسيتس، ايه الميديكيشنز اللي عايز ماشي عليها، الكارديو فاسكولار فانكشن، الريسبيراتوري فانكشن. انترا اوبراتيفلي اتكلمنا على البري ميديكيشنز، اتكلمنا على الاندكشن ايجنتس، نيورومسكولار بلوكرز، المونيتور طبعا including هنا الانفيزيف مونيتورينج والتمبرتشر مونيتورينج. البوست اوبراتيف هنا المونيتورينج بالنسبه للهيمودينامكس والتمبرتشر والنيورولوجيكال ديفيسيت والثرومبو بروفيلاكسز والاسبيريشن بروفيلاكسز او ريسك اوف اسبيريشن مونيتورينج. ده بالنسبه لموضوع المالتيبل سكليروزز. اتمنى الموضوع يكون واضح، لو حد ليه اي سؤال اتفضل اساله لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.